خليني اروح لسيادة النائبة سماء سليمان وعن حزب حماة الوطن وكيل لجنة الشؤون الخارجية والأفريقية والعربية وفي مجلس الشيوخ طبعا. كيف يمكن الربط بين هذا الخطر تكلم عنه سيادة النائب في الأول استشار الشعب المصري خاصة قضية حرب فلسطين وقضية التهجير وتصفية القضية ولأول مرة بتكون الخطة أو المؤامرة على الهواء ولأول مرة أيضا بيصارح رئيس الجمهورية شعبه بهذه المخططات ويطلب منه أنه يخرج للتعبير عن رأيه. كيف قرأت الربط بين هذا الحضور الجماهيري الكثيف غير مسبوق وبين الشعور بالخطر اللي اتكلم عنه سيادة النائب؟ هو الحقيقة من خلال ملاحظتنا للتطور الأحداث في مصر من 2011 حتى الآن أن الشعب المصري الحقيقة بيكون حاضر في الأزمات، أيضا هو متابع جيد جدا ونبيه، وبالتالي هو يرى في المشهد يعني وبيفهمه بشكل جيد جدا. خلينا نقول إن في 2011 يعني وخاصة في ثورة 30 يونيو 2013 هو استشعر الخطر بشكل كبير، فبالتالي عبر عنه بالخروج للشوارع حتى يبكي على الدولة وأيضا يبكي على الهوية المصرية الخاصة بينا. هو نقدر نقول إن في الأحداث الأخيرة هو استدعى نفس المشهد وشعر بالقلق الشديد على دولته وإن هناك تهديد مباشر لأمننا القومي. يعني أول مرة أن الصحف العالمية كلها تتجه نحو ضرورة حل القضية الفلسطينية من خلال النزوح إلى سيناء. سيناء يعني بقعة يعني عزيزة جدا على في وجدان الشعب المصري، وإحنا حاربنا علشان نستردها، فبالتالي حبة الرمل الواحدة من سيناء لا تقدر بثمن. صحيح. الحقيقة أن إدارة الأزمة من القيادة السياسية الممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي اللي إدت الأمل للشعب المصري ان لدينا قياده، لدينا جيش قوي جدا، لديه القدره ان يكون اداه رادعه، وفي نفس الوقت السيد الرئيس يعني يحافظ على امننا القومي بشكل يعني بشكل اكثر من ممتاز. المواجهه الحقيقيه بقى والشفافيه في مواجهه الازمه دي كانت مختلفه تماما. احنا لم نعتاد ان السيد الرئيس في لقاءاته مع المسؤولين عموما ان هو يذيع اللقاء مباشره، ما كان يقال في الغرف المغلقه بيقال دلوقتي في العلن، وده كان الحقيقه يعني تصرف ممتاز في اداره الازمه. ليه؟ لان محدش هيقعد، مش هندي فرصه للقنوات المغرضه انها تقول اللي كانوا بيقول هم قالوا كذا او اتفقوا على كذا. لا، الحقيقه ان هو قطع الشك باليقين واتكلم ده مع وزير الخارجيه بشكل مباشر ان هو يرفض سيناريو النزوح ولن يقبل بتصفيه القضيه الفلسطينيه وان الامن القومي المصري ده خط احمر. ايضا كرر نفس المشهد مع المستشار الالماني ثم مع رئيس وزراء بريطانيا. انعكس بقى على الحضور ازاي في الانتخابات؟ انعكس اولا ان هو ان الشعب المصري يعني هو بيبعث رساله ان احنا مع الامن ومع الاستقرار، ان احنا مع وحده اراضينا، ان احنا لن نقبل باي سيناريوهات او حل او تصفيه حتى القضيه الفلسطينيه على حساب امننا القومي، وان احنا طالعين بنقول احنا مع القياده السياسيه اللي راح بتحافظ على استكمال التنميه الاقتصاديه اللي احنا حققناها والنجاحات والانجازات اللي احنا حققناها بما يحقق امننا القومي. دي رساله قويه جدا، عايزه اقول ان هي كانت من كافه فئات المجتمع. صحيح. المصري، المراه اللي حصلت على مكتسبات كثيره وعايزه تحافظ عليها، ذوي الاعاقه اللي نفس الشيء، المسنين، الشباب اللي وصلوا لمناصب ما كانوش يحلموا انهم يوصلوا ليها، كذلك المراه نفس الشيء، القوانين اللي تم سنها لكل فئات المجتمع وخاصه ذوي الاعاقه وايضا للمسنين، هذه مكتسبات الشعب المصري نازل يقول احنا مع استمراريه الحفاظ على هذه المكتسبات وايضا لاستكمال مسيره التنميه في الفتره القادمه.